من هنايا الوقت اللي غندور اخويا حتى كنلقى كاس جا ليا في عينيا كنلقى كاس جا ليا في عينيا خويا. نهار الاربعاء انا كنخدم بالليل عساس بالليل. نهار الاربعاء طلقت في حالاتي الصباح مع 8 جاي في حالاتي جاي وما نعسش بالليل والمشاكل وقلت الشي والكريديات عند عباد الله وكتخمم ليل ونهار في ديال عباد الله هادي تسال هادي تسال هادي تسال. انا كنت ساكن هنا بارك غير بوحدي حوايجي مسخين ما عرفتي غادي تجي تنعس ترتاح ولا غتصبن حوايجك ولا غطيب ما تاكل. تخلط عليا الدق اخويا تخلط عليا الدق بزاف والمشاكل جاي كنغوتها بوحدي انا ديما ديما هذا هو حالي بوحدي كنغوت ونعايرها بوحدي ما كان عارف حتى شي واحد ما غير راسي. دست من حدا دوك الناس كيبيعوا المسمن والحرشه واقفين عليهم عباد الله كيبيعوا ويشريوا دايز انا من تما كاينه مره كنمشي مره كنوقف مره كنزيد مره كنوقف. دست من حداهم فتهم جاي درت مع الدوره جاي في حالاتي للحومه ديالنا حتى كنحس بشي حاجه شدتني من هنايا الوقت اللي غادي ندور حتى كنلقى كاس جا ليا في عينيا. الوقت تقريبا 8 ديال الصباح في كل القواك العقليه بخير شويه الحمد لله. انا عيان شويه انا مريض شويه مخي شويه ماشي نقول لك كامل القوى العقليه الاعصاب والمشاكل والليل ملي كنت تغوت كنت تيبيه نورمال ما كنتش متخدم ما كنتش ناوي انا كاع هذا الشيء كامل انا كاع غادي يوقع ليا ولا غادي تضرب في عينيا ولا هذه ولا هذه. جاي في حالاتي تهدرت مع الدوره لفتهم انايا جاي داير مع الدوره كنشد بشي حاجه شدتني من هنايا الوقت اللي غندور اخويا كنلقى كاس جا ليا في عينيا لقيته هو هذاك اللي ورايا الباترون ديالهم. شكون هما الباترون ديالهم؟ ديال اللي كيصاوب الشفنج مول ديك القهوه. الوقت اللي درتها لقيته هو اللي ورايا شديته قلت له انت اللي ضربتيني. رجعت قدام المحل ديالهم باغي نعيط للبوليس عيطت لامي طحت قدام المحل تا جوج خدامين معاه بداو كيبوطوا فيا جروني من قدام المحل صافي. ديك الساعه غيبت اخويا كيبوطوا كنت مضروب العين هذيك الساعه غيبت. ملي غيبت لقى راسي في السبيطار بوافي قال لي يا ودي هذا ما غاديش نقبلوك ما عندناش هاد الحاله خاصك تمشي لميريزكو. هزوني عاوتاني داوني لميريزكو دخلوني داروا لي السكانير داروا لي الراديوات قال لهم خاصي يمشي ل 20 غشت بلاصه العينين. داوني ل 20 غشت تجمعوا عليا الاطباء قالوا يا خويا عندك عمليه خطيره سيني لينا هنايا. علاش؟ قال لك العين مشات ما غتبقاش تشوف بها غنديروا لك عمليه غير باش نخيطوها لك باش ما نحيدوهاش من بلاصتها الله يرحم ليهم الوالدين. صافي دخلوني للبلوك داروا لي داك البنج هنايا تضربتني الفيقه جاتني التبوريشه البرد لقيت راسي ناعس في واحد البايص. قالوا لي طال منك البنج شويه بخير الحمد لله. قال لي يا ودي العين ما بقيتش غتشوف بها والله مولك الحمد. طلعوني هذيك الليله ما كنتش موقع هذا الشيء كامل وكنت عارف راسي انا ما غادي قال لي هذا الشيء ما ندوزش انا من تما كاع وما نمشيش كاع هذيك الليله للخدمه ونخويت الدار بيضا انا كاع كون عرفت راسي انا غادي يوقع لي بعينها نخويت الدار بيضا. انا خويا ما خليت حتى شي بلاد ما خدمت فيها من الشمال حتى للجنوب مشيت حتى للصحراء خدمت ما خليت حتى شي بلاد ما خدمت فيها وعمر هذا الشيء ما وقع لي. هي هذيك اخويا مني نعست بت هذيك الليله صباح الخميس بالليل الخميس بالليل كيعيطوا عليا البوليس كيقول لي علاش ما جيتيش عندنا. قلت لهم ودي انا في السبيطار وراها كاين وها كاين العين راه مشات ليا حتى هما كيصحبوش بحال ما هكاك. قال لي احنا غادي نجيو عندك الله يرحم ليهم الوالدين. نهار الجمعه جاو عندي شي ساعتين هما معايا بقاو كيتسناو في ذاك الماجور حتى جا خداو من عنده ذاك التقرير حال الحاله على العين. صافي نهار السبت نهار الجمعة خرجت من السبيطار السبت كيعيطوا لي البوليس مع 4:30 ديال العشية قالوا لي جي عندنا الكوميساري يشوفهم. مشيت لقيتهم شادين ثلاثة جوج هما وواحد ما شتوش أنا ما ضربني ما والو كان خدام لداخل أنا ما عرفتش ما شتوش المهم ما أدانيش هذاك الشيء اللي كاين. قلت لهم قلت لهم هذا ضربني وهذا بوطني وهذا راه حال الله بيني وبينه. أجا منهم واحد واحد دايرينو فرار مجهول قيدوا لي الاقوال ديالي قيدوا لي الاقوال ديالهم. جيت في حالاتي نهار الحد عاوتاني عيطوا عليا البوليس ديال ولايه الامن اش كاين فينا هما هذا ضربني وهذا حتى هو ضربني ها كاين وها كاين وها كاين وها كاين الله يرحم لي الوالدين قام داروا معنا الخدمه ديالهم. صافي
انا عندي رونديفو نهار اثنين مع الطبيب، قالوا لي البوليس راه خاصك تحضر معاهم نهار اثنين في المحكمه. قلت لهم ودي المحكمه راه عندي فحص طبي نهار اثنين غادي نمشي. نهار اثنين مشيت للسبيطار من 8 ديال الصباح وانا في السبيطار حتى شي 2 ديال العشيه. جيت في العشيه جيت تجاو عندي شي ناس قالوا لي ودي هذاك راه خرج، اللي ضربك راه خارج، ما كاين حتى شي مشكل. مشيت للمحكمه كنسول هاد السيمانه اللي فاتت، ديت السميه عطاوني البوليس النمره ديال الدوسي والسميه تاع دوك اللي قدموهم. كنسول قالت لي هادو راه باقين ما تعينوش، امتى غيدوزوا؟ يعني راه باقين ما دازوا عند شي واحد، راه باقين ما تعينوش. صافي جيت في حالاتي انا مازال باقي تابعني الطبيب، مازال عندي غير 15 يوم وغادي نمشي عاوتاني غادي يشوف لي العين وعاوتاني غادي نداوي على العين الاخرى حيت هي بدات كتنقص ليا. صافي مني مشيت قالت لي راه هاد الجوج هادو راه باقيين ما تعينوش عاد من غيدوزو. انا بغيت ندلب شي اوراق بهذيك التقرير الطبي الاولي حيت باقا السيرتيفيكا ما غتخرجش ليا، باقي تا 15 يوم وغادي نرجع عاوتاني يشوفوا لي العين وهذاك الشيء، باقي السيرتيفيكا ما غتخرجش. المهم بغيت ندير داك التقرير الطبي الاولي. قال لي ودي هادو راه باقيين ما تعينوش حتى السيمانه الاخرى تشوف عاد ما غتعينوا، وهذيك الساعه جيب هذوك الوراق ديالاتك. وجيت في حالاتي، الوقت اللي جيت في حالاتي هنايا هو هذاك خينا هذا اللي خرج كيصيفط لي عباد الله شي وسطاء، قال لي ودي حنا بغينا التنازل ديالك هو راه عندنا اللي غادي يخرجوا، حنا راه بغينا غير التنازل ديالك. وهادي كيما ما وقفش معاك في المحنه، ما وقف معايا، ما جا عندي لا سبيطار لا والو لا والو. هو راه في الدار بخويا شحال من واحد اللي ضاربو بجبانيه، اللي ضاربو بكاس، اللي ضاربو بقطيب ديال الشفنج، هو كيقول لك انا عندي الفلوس. بغيت نعرف انايا كيفاش هاد عندي الفلوس ما كيتعاقب ما والو. اما كون كنت انا اللي داير هاد الشيء وكون راه هي تحكمت ولا ما عرفت ولا الحمد لله. وانا كنتشيق في العداله المغربيه، انا كنتشيق في العداله المغربيه، كنتشيق فيها كامل الثقه. انا كنطلب من الله ومن العداله تاخذ لي حقي من هاد الناس هادو، هذا الشيء اللي كنطلب. كنطلب حتى شي حاجه. عمري ما ظنيت اخويا وقع لي هاد الشيء. ما خليت فين خدمت، ما خليت فين بت، ما خليت، كنت نباته في الشوانط اخويا. مشيت حتى للعيون حتى للبلايه للصحراء، مشيت للخصاص خدمت في الشوانط، كنت نباته في الخلاوات نخدمها في الخلا ونبات في الخلا في الشوانط مع البنايه. ما خليت حتى شي دومين ما خدمت فيه، وعمر هاد الشيء هذا ما شفته. لان هادو اخويا اللي داروا لي هاد الحاله هادي، هادو خا ماشي ولاد البلاد، ماشي كازا وبير، ما ولاد البلاد ما كيديروش هاد الشيء. هادو خا علم الله جايين من شي عروبيه ولا شي قاره حاقدين، حاقدين هما عاد كيبغيو يبينوا ديك الرجوله ديالهم وباغي يبينوا ديك القباحه ديالهم ولا. بالنسبه عزيز سيدي ما جا عندك ما قال لك نتكلف لك مصاريف العلاج ولا شي تعويض ولا والو؟ ما جاش عندي. تلقى ديما جات عندك دمراتك شويه بحال ما تسوقش. انا بديت كنمرض نفسانيا انا خويا، انا كنشوف عيني مشات بالنفسيه ديالي بدات كضيق عليا. راه كنتشبط راسي وكنبقى مصبر راسي بلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ما جيت اخا ناخذ حقي بيدي راه مشكله. هذا الشيء اللي كاين اخويا. وليدي انا كيفاش وقع لي بعد عيط عليا؟ انا بالكه مع بنتي، ضرني عينيا ضرني ركابيه، ما كاينش اللي قابلني. ما كاينش اللي قابلني، بالك هو بوحدو هنايا مقابل كراه ما ضو ما يصبن حوجو راسو، ما كي يدير حتى شي حد نافعني، يعطيني باش ندوز، يعطيني المهم قايم بالعمل، دخل سوق راسو، هو مع الخطات عنده العصب بعد ما يداوي راسو، حتى المعيوم يعيش عداوي، عداوي خاوي صافي بعض المرات، يفكر في الكريدي وهادي وديك خليصه ياكلها قبل ما يشدها، طبعا عيط عليا لقى امي زاد ضربت العيني، الباب اللي غنخرج منه توضر عليا. توضر هي الباب وليت نتفتف بعينيا، جابتني الدريه جيت نجري الزنقه اللي قال لي ما لقيتوش، عيطت التليفون جاوبتني فرمليه قال لي النمره ديال عزيز قال لي واجي عبد النوافي، مشيت كنجري جبت هو طايح مع البوليس الله يرحم ليهم الوالدين ما صحابوش الدقه هكاك، قال لي سير خيط عينك وجي عندنا صحابو نتوما شي جرح تاع البوليس الله يرحم ليهم الوالدين تاع هما وقفوا معانا الله يوقف معاهم الله يرحم ليهم الوالدين، صحابو جرحى صغيره قالوا سيدي وي عينك وجي عندنا احنا معاك. بعد وقت الوقت مشينا للسبيطار درنا السكانير قال العين ما عمرك تشوف بها،
راه هاد العلم ما تشوفيها علموه قالوا لي ما غتاكل حتى شي حاجه حتى حاجه ما غتاكلها. يا ولدي بعد جينا دخلوه العمليه من تسعود من تسعود اللي يقول من الخمسه اللي تافيت شي تسعود ونصكوك هو في العمليه صافي انت طفيت وبعد سمعت انا ولدي الحين تحيدت قلبي بكى عليا ما امنش اللي غيديروا العمليه باش يشوف هما داروا العمليه غير باش الحين تبقى في بلاصتها ما تحيدش ما تيقش ولدي واش الواحد كيف ما كان كون يهرسوه من رجليه ورايديه وما يحيدوش الضو واش عرفتي الواحد يتفرق الضو يضربوه لوجهه يخيط يكون صلح اي حاجه اي حاجه ولدي ولا اله الا الله محمد رسول الله. انا هاد الناس ما نعرفهمش انا متسمانون هنا ما كنعرفهمش هاد الناس المحاره كيبان ليا ما عرفش شكون اللي فيه مراه ولا راجل ولا الله اعلم. الوقت اللي تحيدت لي عينو مشى الدري لحقت ليه هذا مول الحانوت قالت لي الدري راه تحيد لي عينو قال لي سيري من البوليس راهم عارفيني قالت لي البوليس كيعرفوا الشفناج الخضار العطار مول القهوه اي حاجه البوليس راه عارفين كياكلوا عندك ويخلصوك ما عرفوش حيد العينين. هاد الراجل مات معنا في السبيطار ما ندم ما هبط معانا ما بكى معانا ما دار معنا حتى شي حاجه ما تسوقش حاجه باش تحاولوا توضحوا الامور للراي العام بالنسبه للضربه اللي ضرب الدري وكيفاش تغفلوا كيبان حقود انه راه شي حاجه قديمه بين ما الحقود حتى شي حاجه ما بيناتهم حتى شي حاجه كل هو بينه وبينه شي حاجه كيف تحاموا عليه قتلوا عصا يتحاموا عليه كتفوا يعيطوا البوليس حنا ولدي في بلاصه الحق والقانون في بلاصه الحق والقانون الله يجعل البركه في المحكمه موقره كون دار شي حاجه ما ضارب ما لاحق ما مقرب حتى شي حاجه كيف كبعد داروا لي ضربوا لي حيدوا لي عينو يكتفوا يعيطوا على البوليس دار شي حاجه حكموا عليه تبع عامين ثلاث سنين يتساهل العقوبه الا ظلمهم ودار شي حاجه ولا هرس من المحل يتساهل العقوبه ديالو. هاد الناس بحال كواب انا الدري خدام على راسو خدام عليا وكموني انا اللي ضرني الكافي ضرني العينين واش غادي يقودني ولا نقودو انا حلال حليني لا الحيل سوى ربي الكريم نطلبوا من الله تبارك وتعالى والعداله تاخذ حق هاد الدري لا ضاع في عوينته ما ضاعش في حقه ما العيب انه هو اللي كيصرف عليك هو اللي قول لك هو اللي كيصرف عليا هو اللي قايم بالعمل بالما هو الضو يصرف عليا انا عندي وليدي خورت هو واحد العام اكراه عندي الدري اخواتي مسكينه واحد العام اكراه صايبه هذا صايبه هاد الدري هبالك عوحدو قلي فين نجي نجي نقول لي ارى بعد نجي راه ما درتيش حاجه نقول لي ارى ليا واخا يمشي تسلفهم من الحانوت يفادهم من الحانوت ويعطيهم ليا عطات الوالدين باش نمشي ندوز ولا باش نمشي ندير شي حاجه راه قتلوا لي النص وخلوه النص راه حرام هذا الشيء ما يبغيه لا ربي لا العبد راه حشومه انا ما كنعرفهمش هاد الناس راه عيب عليهم نطلبوا من الله تبارك وتعالى والعداله ونطلبوا من الناس سميتو وكيل العام ونطلبوا من لا اله الا الله محمد رسول الله تبارك وتعالى هاد الدري ياخذوا لي حقهم نطلبوا من الله هاد الدري يجبدوا لي حقه لا اله الا الله محمد رسول الله انا ما بغيتها لا ليهم لا لي هو ما بغيتها حتى لواحد حتى واحد ما بغيتها لهم والله يهديهم هما كيجوا الناس قالوا لي حنا راه عدوا لي خرجوا عافاني انا زول ديالك انت اش باغي واش انا غنردوا لي عينو ما جا سول فيه كيبقى ما سولش فيه هو ابدا وهاد السيد اللي خرج هاد راه ما تقابل معاه لا عاد وكيل الا عاد قاضي ما تقابل معاه حتى عاد واحد حتى واحد ما تقابل معاه عندهم صيفط لي عباد الله كيقول لي اش بغيتي انت انا بغيت عيني اش انا بارك في السوق لا اله الا الله محمد رسول الله هاك شي دوك كيصيفط لي شي ناس كيقول لي اش بغيتي بحال انا كنبيع وكنشري هنايا انا باغي عيني اخويا ما باغي حتى شي حاجه الفلوس انا نعطيهم لك جيب لي عيني نعطيك الفلوس عين واحد الحاجه اللي غاليه هذا الشيء اللي كاين اخويا لا اش غنعطيوك قول لينا واش انا قاعد في السوق هنايا وماك مخي واخا يعطيني اللي مخا يعطيني اللي عطاني اخويا انا باغي عيني رد لي عيني رد لي عيني انا كل شهر نجيب ليه الفلوس انا الفلوس اخويا راه خدام بها وكنجيبها كل شهر كنجيب رزقي انا باغي عيني انا عيني راه هي اللي كنجبد بها رزقي الريال شوفها عيني هي اللي كنجبد بها رزقي لمشات لي عيني اش غادي نجبد الرساله الاخيره ديالي كنوجهها للمسؤولين ووزاره العدل والناس اللي في المحكمه ياخذوا لي حقي انا عيني مشات لي
عيني اللي كنشوف بها وخدام بها مشات ليا ما نضيعش في حقي عند المحكمه.